وسط تضارب المعلومات وأنباء أكدتها جبهة البوليساريو وقللت من شأنها السلطات المغربية، تعرض معبر الكركرات الحدودي المغربي مع موريتانيا لقصف صاروخي نفذه مسلحو الجبهة دون تسجيل خسائر أو تعطل للمعبر بحسب السلطات المغربية. وأعلن مصدر حكومي أن الوضع في المعبر وحركة السير طبيعية. وأكد المسؤول المغربي أنه رغم استفزازات ما وصفها بميليشيات البوليساريو إلا أن الوضع مستقر في جميع أنحاء الصحراء. وكانت الجبهة قد أعلنت في بيان لها أن مسلحيها شنوا هجوما بأربعة صواريخ على المعبر الحدودي في الكركرات ومحيطه. وبحسب تسجيلات صوتية نشرت على مواقع التواصل، تحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في المنطقة القريبة من المعبر دون أن يتسنى التأكد من صحة هذه المعلومات. مشاهدينا، للمزيد ارحب بضيفي عبر سكايب من لندن السيد محمد فنيش الكاتب والاعلامي. ارحب بك سيد محمد، ما الذي حدث بالضبط يوم امس في معبر الكركرات؟ مرحبا الاستاذ زياد ومرحبا بالساده المشاهدين الكرام. ما حدث هو انه تم نشر مجموعه من الدعايات من طرف البوليساريو نفسها ومن طرف ميليشياتها تقول بأنه تم قصف معبر القرقرات البارحة بالليل، البارحة تقريبا على الساعة 10 ليلا نشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. بعدها كشف بعض المواطنون المغاربة من عين المكان لفيديوهات حقيقية بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفند ذلك الأمر. اليوم في هذا الصباح ظهرت فيديوهات من عين المكان، الشاحنات متوجهة إلى موريتانيا وإلى باقي المناطق الإفريقية من معبر القرقرات، المعبر المغربي الذي يربط بين المغرب وموريتانيا. وبالتالي عهدنا هذا النوع من الشائعات التضليلية من البوليساريو ومن بعض وسائل الإعلام الجزائرية للأسف التي تتبنى هذا النوع من الدعايات. نحن نعلم أن البوليساريو منذ 13 من شهر نوفمبر الماضي تقوم بدعاية كاذبة بإعلام تضليلي بأنها تقوم بقصف المغرب، بقصف الصحراء المغربية، بقصف الجدار العسكري المغربي، لكن هذه الأمور لم تثبت على أرض الواقع وظلت لحد الساعة البوليساريو في دعايتها التضليلية أصدرت 72 بيانا إلى حدود يوم أمس. هذا الواقع غير حقيقي وغير طيب. والمغرب، السلطات المغربية تقول بأنها لم تتعامل مع أي هجوم في منطقة الصحراء بشكل عام، إذا ما الهدف برأيك من ترويج مثل هذه الأخبار ومن يقف خلفها؟ نحن نعلم أن الوضع في المخيمات، مخيمات تندوف، هو وضع مأساوي بالنسبة للمواطنين المحتجزين هناك. تعطيهم بوليساريو صفة الجزائر صفة اللاجئين، وحتى الجزائر تعطيهم صفة اللاجئين، لكن لا يتمتعون بها. مواطنون محتجزون لمدة 45 عاما، تردد عليهم أسطوانة الاستقلال، تردد عليهم أسطوانة سائمة الشباب هناك. تعرف مخيمات تندوف كثير من المظاهرات، المواطنون ممنوعون حتى من حرية التنقل. وبالتالي يبدو أن قيادة البوليساريو تحاول صرف الأنظار عن واقع الحالي وعن هذه الأسطوانة المشروخة التي تعود إلى الحرب الباردة. نحن نعلم أن كذلك الوضع في الجزائر يعيش الكثير من الأزمات الداخلية، وبالتالي يحاول البعض تصدير هذه الأزمات إلى المغرب. المغرب يعيش في وطنه أو في صحرائه المغربية، يدافع عن وحدته بالطرق الدبلوماسية. المغرب كسب اعترافا أمريكيا، كسب كذلك اعترافا إفريقيا في وحدته الترابية. وأظن أن المسؤولين في الجزائر عليهم أن يدفعوا بالمفاوضات بحسن نية، وأن يعرفوا أن مخلفات الحرب الباردة لن تقسم المغرب، ولن كذلك الدعاية الكاذبة التي كان يعتمد عليها في زمن الراديو في السبعينات لن تنطوي اليوم على المجتمع الدولي ولن تنطلي كذلك على المغاربة. وقد أستاذ زياد كنت أول صحفي وقف في عين المكان في منطقة المحبس في 14 من نوفمبر الماضي، وحينها قالت البوليساريو أنها قصفت المحبس، فكنت من هناك أنقل الصورة صوت وصورة بالبث الحي. فبالتالي هذا النوع من التضليل الإعلامي لا أظن أنه
سيساعد في حل المشكل بقدر ما سيؤزمه بشكل أكبر. طيب، ولكن سيد محمد، أنت تقول بأنه لم يحدث أي شيء، ولكن هناك أنباء تحدثت عن قاذفات، وهناك من تحدث عن سماع صوت انفجارات، ولكن البعض يقول بأنه هذه القاذفات لم تصل إلى المعبر ولكنها سقطت في منطقة خالية، وبالتالي هل يمكن أن يكون حدث بالفعل مثل هذه القذائف ولكنها تاهت في الصحراء؟ لا يمكن لي أن أدخل في تفاصيل مثل هذا، لأني لا أملك أدلة على هذا الأمر. لكن إذا ما نظرنا بلغة التحليل وليست بلغة الخبر الصحفي، هناك ما بين يعني عند نهاية الجدار العسكري المغربي شرقا يبدأ بعده بكيلومترات تبدأ الحدود الغربية لموريتانيا، وبالتالي هناك منطقة خالية يمكن أن نسميها الربع الخالي من الصحراء متنازع عليه، بات وكرا لجماعات التنقيب، بات وكرا لجماعات التهريب، بات وكرا لجماعات الإرهابية، وبالتالي بات اليوم على السلطات المغربية وعلى السلطات الموريتانية أن هذه الكيلومترات التي تفصل بينهما والتي بات الكل يدعي بتضليل إعلامي من جانبه، سواء من الجماعات التي تهدد المنطقة سواء من شمال مالي الجماعات الإرهابية أو ميليشيات مسلحة تتحرك بدون يعني مراقبة من القانون الدولي. نحن نعلم أن للحرب قوانينها، ونعلم كذلك أنه إذا ما تحرك الجيش المغربي كجيش دولة يستطيع الحسم بشكل سريع وبشكل عاجل. هناك تحركات استفزازية من ميليشيات البوليساريو في المنطقة الخارج الجدار العسكري المغربي، أظن أنه بات الأمر اليوم أن ينتبه له الجيش المغربي وتنتبه له السلطات الموريتانية من أجل أن لا تبقى منطقة فراغ قد تصبح يوما من الأيام مثل الحدود الأفغانية. إذن لأنه هناك أنباء بالفعل تحدثت عن توتر في تلك المنطقة، وبأنه التصعيد بات يعني ممكن أن ينفجر في أي لحظة، هل هذا الكلام صحيح؟ أظن من يستطيع الجواب بدقة عن هذا الموضوع هم المسؤولون المغاربة أو على الأقل مسؤولو القوات المسلحة الملكية المغربية، لكن من أجل الدفاع عن استقرار المنطقة، ونحن نعلم أن الجزائر جنوب الجزائر تعرض لمحاولة إرهابية فاشلة، ونحن نعلم أن شمال مالي والجنوب الليبي يعيش على حالة من الجماعات الإرهابية، نعرف كذلك أنه الحدود الجزائرية التونسية باتت وكرا لجماعات إرهابية، وبالتالي إذا ما تحركت الجماعات الإرهابية في المنطقة الفاصلة بين الحدود الشرقية للمملكة المغربية مع موريتانيا أو للصحراء المغربية مع موريتانيا، إذا ما ترك هذا الفراغ قد يستغل من جهات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأظن من يتحمل المسؤولية اليوم هم الثلاث، هم الجزائر كدولة، المغرب كدولة، وموريتانيا كدولة، ولا بد من وضع النقاط على الحروف. طالما ذكرت الجزائر سيد محمد، هذه الأنباء حول القصف البوليساريو يأتي بعد أيام من مناورات للجيش الجزائري في منطقة تندوف، هل من رابط بين الأمرين برأيك؟ الجزائر عادة تقوم بمناورات عسكرية وهذا حقها وقامت بها في ترابها الداخلية، لكن على الجزائر اليوم أن تفهم رسالة أن المغاربة صبروا ل45 عاما لجماعة مسلحة تطلق النار على المغاربة. نحن نعلم أن تركيا وأردوغان تدخل في سوريا بسبب أن بعض المناطق من سوريا كانت تهدد أمن تركيا، وبالتالي اليوم المغرب لا يمكن له أن يظل مكتوف الأيدي أمام حركة مسلحة تهدد أمن واستقرار المغاربة سواء بالإعلام التضليلي بالشائعات. هذا الأمر لن أظن أنه سيستمر على هذا المنوال، الصمت ثم الصمت، وبالتالي إذا قد كتبت مقالا سابقا عنونته تحت عنوان حق الجار على الجار ولو جار، وأين جنرالة الجزائر من ذلك؟ وبالتالي اليوم على جنرالة الجزائر
أن يتحملوا المسؤول يليك أي تحرك عسكري لأي جماعة نعم. خارج عن القانون الدولي لأنها تتواجد على أراضيها. كذلك موريتانيا والمغرب عليهم أن يضبطوا هذه المنطقة الفارغة بين المغرب وموريتانيا حتى تكون تحت القانون الدولي وتحت مسؤولية الجميع حتى لا تكون منطقة شكراً. فراغ تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة يوما ما. شكرا لك سيد محمد فنيش الكاتب والإعلامي، كنت معي عبر سكايب من لندن.